والله إن الإنسان ما يدري كيف يبدأ حديثه، من عظم الأمر وكبر المصاب. أقسم بالله العظيم ما عاد يطاق أكثر من كذا. التيك توك انتهج سياسة يا جماعة، يتحمل الواحد إذا كانوا يمسون حريته سكتنا وصبرنا، إذا كانوا يتجرون علينا كشخصنا نصبر ونسكت. لكن يصل الأمر لله وللرسول، ما للإنسان طاقة أكثر من كذا أبدا. واحد يعلق يكتب اللهم صل وسلم على نبينا محمد ويحذفون تعليقه، والله ما تجرأوا هذا التجرؤ ولا وصلوا هالمواصيل إلا أن احنا سكتنا. تجي تتكلم على حريتي، تتكلم على شخصي، عدد الشين، أنت سياستك وبرامجك، ما علينا منك. لكن تجي على الله والرسول؟ لا. تجي على وطننا؟ لا. والرجل الشريف لا يساوم في دينه ولا في وطنه. أقسم بالله العظيم إنها مصيبة، أكبر مصيبة إذا تهاوننا وعدت هذه على خير. أقسم بالله أن الضعف، كل الضعف والجبن، كل الجبن، إذا هذا الأمر عدى على خير. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انتصر لأجلنا وانتصر لأجل عزتنا، ما كان يرضى علينا بالضعف، ما كان يرضى علينا إلا بالقوة. اليوم نضعف ونجبن في جنابه عليه الصلاة والسلام؟ والله استغفر الله، لا برامج ولا بوخة من برامج كلها إذا وصلت الجرأة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أو لوطننا. معليش، تحملنا، تجاوزوا، تكلموا عن اشياء كثيره، خلينا مشينا، وصلت والعياذ بالله حتى الانحلال الاخلاقي، ومشينا وعديناها لكم، هدم في القيم وفي المجتمع يا تيك توك، ومشينا وعديناها لك. لكن اليوم تصل للدين؟ لا. تصل لله والرسول؟ لا. والله ما فينا خير اذا هذا الامر عده، والله ما فينا خير اذا سكتنا ولا تجروا الا لان سكتنا. لكن اليوم والله ما نسكت، اليوم والله نقف وقفه رجل واحد، وبإذن الله سبحانه وتعالى إن اللي يتأدب هذا البرنامج كل من وراء، وهذه السياسة الغشيمة اللي لا تقدرنا كمسلمين ولا تقدرنا حتى كسعوديين، شيء ما لا يطاق، شيء ما يتحمل. معليش، حنا اللي نجحنا برامجكم، وحنا اللي قويناكم، وحنا اللي خليناكم في الشرق الأوسط رقم واحد، حنا كلنا مشاهيرنا ترى، حنا اللي وصلناكم هالمواصيل هذه، ولا أنتم بلا السعوديين وبلا المسلمين والله ولا شيء. اليوم تردون الكيل علينا؟ لا تختبر صبرنا، لا تختبر صبرنا وتقول حنا أخطينا وبعدين تجيب لي بيان صحفي تتعذر. ما نبيك لأنت ولا عذرك، خل عذرك لك، يعني أنك تتأدب من البداية ولا تخطي أخطانا، لا تمس شعيرتنا ولا تمس ديننا ولا تمس وطننا، ثم بعدين تقول نعتذر ولا بيان صحفي. ما عاد تنفع بيان صحفي ولا غير. والله اليوم كلنا نقف وقفة رجل واحد لأجل نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ما كان يرضى علينا أبدا، ولا كان يرضى أن علينا بالذل، ولا كان يرضى علينا أن يهان أو أحد يتجرأ علينا عليه الصلاة والسلام. يلتفت لصحابته فيقول وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله من إخوانك؟ نحن أخوانك. قال لا، إخواني لم يأتوا بعد، كان يقصدنا نحن عليه الصلاة والسلام. نحن إخوانه، نحن إخوانه، هذا الرسول اللي سمانا إخوانه. أنت لو أن أخوك أحد تجرأ عليه، أقسم بالله ما تسكت، أقسم بالله تقلب الدنيا فوق تحت، رأسا على عقب، لأجل أن أحد تجرأ على أرض أخوك. فهذا رسولنا وأخونا، هو اللي سمانا أخونا، كيف نسكت؟ كيف نخلي الأمر يعدي؟ والله ما يعدي أبدا، وإن عدى هذا الأمر والله ما فينا خير أبدا. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، هذا اللي ضحى بحياته لأجل سلامتنا، هذا اللي تحمل الأذى كله لأجل سلامتنا، هذا اللي انتصر لأجل عزتنا ومكانتنا بين الناس وبين الأمم. فاليوم من ننتصر له لأجله؟ والله اللي ننتصر لأجلك يا رسول الله، لأجلك يا رسول الله، والله لننتصر لأجلك يا رسول الله. أقلها أقلها بالمقاطعة، عيب علينا إذا دخلنا هذا البرنامج مرة ثانية، وعيب علينا إذا حملنا هذا البرنامج. على كل أب وكل أم، حتى عيالك لا تخليهم يحملون هذا البرنامج، لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل الرسول، ثم لأجل وطننا اللي تجرعوا عليه ولا كأنهم يرون شيء. عيب علينا إذا حملنا هذا البرنامج ثاني أو شفناه في أي جوال. كلنا نقاطع، كل أبو كل أم، والله العظيم إنه ما يسوى أن يبقى في جوالات عيالنا. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. نحذفه نصرة لله سبحانه وتعالى ولرسوله، وإن تنصروا الله ينصركم.